بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. توقفنا في المرة السابقة في مباحث العام، توقفنا عند قول الإمام الشاشي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما العام فنوعان. وقد ذكر المصنف رضي الله تعالى عليه من قبل تعريفا للعام، فقال: هو ما اشتمل جمعا من الأفراد، لفظا يتناول جمعا من الأفراد، يشتمل جمعا من الأفراد. فهذا تعريف الإمام الشاشي له. وقلنا أن للحنفية طريقتان في تعريف العام والخاص، فمنهم من جعل بين العام والخاص واسطة وسماها الحال، الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص، ومنهم من لم يشترط الاستغراق فجعله واسطة بين العام والخاص، الجمع المنكر، ومنهم من اشترط الاستغراق في العام فلم يقل بالجمع المنكر. فعلى هذا قال المحققون: العام لفظ وضع لكثير غير محصور مستغرقا جميع ما يصلح له. فهذا تعريف المحققين للعام: لفظ وضع لكثير أو كثيرين مستغرقا جميع ما يصلح له، كثيرين غير محصورين. يبقى إذن شرطان في التعريف: الأول عدم الحصر في الأفراد ليخرج أسماء العدد، فمئة وألف ومليون كل هذا من قبيل الخاص لا من قبيل العام، فخرج بقوله غير محصور أسماء العدد، ووضع وضعا واحدا فخرج المشترك. مستغرقان هنا الخلاف، فعلى مذهب فخر الإسلام البزدوي والمتقدمين من أصحابنا الحنفية يبقى إيه فرق، لأن عندهم سواء استغرق أو لم يستغرق، وعند المحققين والمتأخرين الشرط الاستغراق، أن يستغرق جميع ما يصلح له. وثمرة الخلاف في الجمع المنكر، فالجمع المنكر مثاله: جاء طلاب، وجاءت طلاب. جاء الطلاب جمع معرف، وجاء طلاب جمع منكر، فالجمع المنكر لا يفيد الاستغراق. تدخل فتقول: رأيت الطلاب، ألف لام هنا إيه للاستغراق، استغرق كل الطلبة اللي موجودين دول، بحسب السياق قد تفيد الاستغراق قد تفيد غير الاستغراق. أو تدخل وتقول: رأيت طلابا، يبقى يفهم ماذا في اللغة العربية، يعني رأيت شيئا بعضا من الطلاب مش كلهم، فلا يفيد الاستغراق. تمام، وعرفنا هذا وعرفنا الفرق. يبقى إذن على التحقيق، على التحقيق كما قال صدر الشريعة وتبعه على ذلك ابن الهمام في التحرير والملا خسرو وكل العلماء في الحنفية المتأخرين، يقولوا: الاستغراق شرط من شروط العام، وأن الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص. فإذا على هذا الكلام يكون التقسيم باعتبار الوضع إلى خاص وعام ومشترك وجمع منكر، لكن على طريقة فخر الإسلام البزدوي خاص عام مشترك مؤول. تمام، طيب اقرأ يا عم الشيخ، تعالى يا عبد الحميد انت اقرأ شوي عشان نخفف عن الشيخ، مرة انت ومرة هو، معاك الكتاب؟ تعالى انت مرة وهو مرة هو كده، ماشي يلا انت اقرأ، انت جاهز يلا، انت المرة الجاية يا عبد الحميد اقرأ يا مولانا مطرح موقف. واما العام فنوعان، صفحة 17، لا عندنا 17، شوف عندك كام. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال
المصنف رحمه الله نفعنا الله في علومه في الدارين. وأما العام فنوعان، عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء. إذن بعد أن تكلم من قبل في تعريف العام وسكت، ثم تكلم عن مسائل تخص الخاص وعن تطبيقات عملية وأمثلة على الخاص وقد عرفناها وقرأناها من قبل، فعاد وتكلم مرة أخرى رضي الله تعالى عن العام، وليستطيع أن يبين لك حكم العام لابد لك أن يقسم العام، لأن حكمه يختلف بحسب أقسامه، لأن العام ينقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة. فالتقسيم الأول للعام باعتبار، لا قبل التخصيص، صيغته. العام ينقسم أولا باعتبار دلالته على معناه، يعني باعتبار حقيقته، إلى عام بالصيغة والمعنى وعام بالمعنى دون الصيغة. يبقى ينقسم إلى عام بالصيغة والمعنى، وهو كل الجموع، جاء الطلاب، رأيت المسلمين، يا أيها الناس، أي حاجة فيها إيه جمع. فالجموع عامة بالصيغة، لأن صيغة الجمع تدل على تنوع وعلى الكثرة، وإحنا قلنا العام فيه دلالة على كثرة غير محصورة، تمام؟ إذن الجموع كلها تدل على العموم بالصيغة وبالمعنى. وهناك من الألفاظ ما لا يدل إلا بالمعنى فقط، وهو نوعان، ما يدل من حيث مجموع الأفراد على العموم، وما يدل على كل فرد فرد على العموم. فما يدل على مجموع الأفراد كقولك قوم ورهط، يبقى يدل بالمعنى على المجموع، قوم ورهط. رهط موضوع للرجال خاصة من 3 إلى 10 أو إلى 9، والقوم موضوع للرجال خاصة من غير بقى عدد معين، جاء القوم، رأيت القوم، جاء قوم، رأيت قوما، جاء رهط، تمام؟ يبقى إذن بالصيغة والمعنى وبالمعنى، والمعنى النوع الأول ما يدل من حيث مجموع الأفراد. يعني إيه من حيث مجموع الأفراد؟ يعني إذا قلت جاء القوم، أولا هذه الصيغة تحتمل أن يكون القوم قلة، 3 بس، أو الرهط قلة، وتحتمل الواحد، بدليل أنك تقول دخل قوم وتربط الضمير بالمفرد، جاء رهط فأكرمته، صح في العربية، في اللغة يصح أن يعود الضمير بالمفرد على الرهط وعلى القوم، تمام؟ فدل ذلك على أن الصيغة في هذا النوع ليست موضوعة للعموم ولا للجمع، فقد تكون وقد لا تكون، ولكن يفهم العموم بالمعنى لا بالصيغة. والنوع الثاني ما يدل على العموم فرد بفرد، وهذه من وما، مثل من وما، ومن تكون للعقلاء وما تكون لغير العاقل. والأولى أن تقول من للعالم، لأنها تستعمل لله، والله سبحانه وتعالى لا يقال عنه أنه عاقل أو غير عاقل، ولكن يقال صفاته، من صفاته عالم سبحانه وتعالى، تمام؟ يبقى من للعالمين، أو لمن بهم يقوم العلم أو يتصفون بالعلم، أو من غير الله، يعني إن كنت تتكلم عن الحوادث يبقى للعقلاء، لكل عاقل، وما لغير العاقل، وقد يستعملان مجازا بالعكس، تمام؟
والسماء وما بناها، وما بناها، وهي الأصل فيها من بناه، لأن من بناها عالم. فتقول والسماء، يقول الله السماء وما بناها، والمراد ومن بناها، تمام. وهكذا، والأمثلة في القرآن والسنة على هذا كثيرة. فالذي يدل على العموم بالفرد هكذا، الأصل في ما ومن أنها تدل على العموم، لكن قد تدل على فرد واحد، زي والسماء وما بنى دلت على خالق واحد مش على العموم ولا حاجة. لكن من أين يفهم العموم؟ من المعنى لا من الصيغة، مع أن أصل وضع ما ومن للعموم، أصل الوضع فيهم للعموم، لكن أحيانا يستخدمان للخصوص، يحملان على الخصوص. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.